السلام عليكم لزامي. دابا حنا حاليا كنتواجدوا في الحدود ما بين فرنسا والمانيا وسويسرا. اليوم جينا لهاد المدينه هادي باش نديروا انترفيو مع مورو اللي عامين هادي ما جات المغرب، ما بقيناش عرفنا بزاف الاخبار عليه. جينا حتى لعندو باش نوصلوا لكم اخر الاخبار على مورو، شنو كيدير في فرنسا وشنو هو الجديد ديالو. هادشي كامل غتشوفوه معنا في هاد الحلقه ديال ستريت ارت، خليكم معنا. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top. Assalamu alaikum akhoya Mouro, وشكرا بزاف اللي قبلتي الدعوة ديالنا واستقبلتينا عندك في فرنسا. مرحبا. نبدأ بأول سؤال أخويا مورو. مورو من الروابط اللي نورمالمون كانت راه شحال هادي ديال بصح وبقى مقاتل ما بوندولاش، كيفاش نقول؟ يعني شنو هو الحاجة اللي ما خلاتكش أنك تبوندولي بحال الناس على لا جينيراسيون ديالك؟ نورمالمون بزاف شعر الروابط حبسوا، علاش مورو ما حبسش وبقى مكمل حتى فرقع في المغرب؟ أنا ما داخلش في كومبيتيسيون باش نسمع، فهمتي؟ ما داخل سباق مع حتى واحد. انا ما عنديش كندير لي شوز زعما مانيير وفيتاس ديالي بوحدي، ما عنديش علاش نحب. انا تنقول انه الحب ديالك للراب هو اللي ما خلاكش انك تبوندولي، يعني انت كدير داكشي باغ امور. ورا باين هذه كندير لا ميوزيك باغ امور في لا ميوزيك، ما كون درت لا ميوزيك بوغ بقيت تسهل عليك الله في الموسيقى. على قبل الباز ولا داكشي اللي كيديروا الاخرين راه تكون هضره اخرى. واش الموسيقى حاليا كتدخل لك شويه العاقه؟ بيان سور. ياك لي بلاتفورم ديجيتال كتبوا لا مش كذبش اخويا. بيان سور كتبص قبل ما نقولوا شحال، ولكن ممكن كاين ما يدار ياك تقدر تعيش بالموسيقى حاليا. نقدر نعيش بالموسيقى ولكن ما كنعيشش بالموسيقى. داك نقدر نعيش بها مي ما كنعيشش بها اكسكلوزيف. كي غادي مع الغربه وشنو كدير هنايا انت؟ كي غادي مع الغربه استاذ بخير. انا مع الغربه زعما واحد يقول لك الناس الغربه صعيبه هادي كدا. لا هادي لا حتى حاجه ما ساهله، راه كاين اللي عايش الغربه في بلاده في دربو. دربو عايش الغربه اكثر من المغرب. ولكن بخير باسكو كيف ما قلت لك البلاصه اللي غنمشي فيها غنرتاح فيها غنعيش فيها. بخير. دابا انت حاليا عايش في فرنسا. انت كتشوف عايش في فرنسا ولا سويسرا ولا المانيا. دابا انت عايش في المدن دابا هاد البلاصه اللي مورا هنايا هذه المانيا ياك ثلاث دول انا لا المانيا ولا هذه المانيا هذه سويسرا وحنا دابا مريحين في فرنسا وبيناتنا لالا عايشه البحريه. لالا عايشه البحريه. ومن العايشه البحريه ندوزو لمسطره رجعيه. مرحبا مسطره رجعيه. مسطره رجعيه هو البوم كنتي لحتيه ياك كامل تقريبا ضد السيستم. ماشي ضد ولا تيعاقب في السيستم. با ضد ما كيعاقب كيقول لك شي اللي كاين واللي طرا. انا نقولوا هذيك المسطره الرجعيه ما كانش كاع عندها اوبجيكتيف ميوزيكال. واخا كانوا خرجوا شي لعيبات اللي كان خاصهم يحبسوا هذيك المسطره الرجعيه ولا ما يكونش عندها ما خاصهاش تلونسا مزيان غادا حيت واحد حيت ملي لحتي انت هي مسطره رجعيه وقال موراها خرجوا بروجيات. لا خرج واحد بروجي كبير بعدا كاين خرج واحد البروجي ديال البيك 175 كيلو اللي غطى على بزاف تاع التراكات كانوا خارجين في ديك الوقيت. واش كتظن ان هذا الشيء مقصود؟ شوف انا باش نبقاو بوليتيك مو كوريكت انا جو بونس با داك السيد داخل في الكومبين هادشي، مي كاين هاد ليدي ديال تحط شي حاجه باش تدرك سوا دي سوا على المقاطعه وداك التخربيق. ولكن كيف ما قلت لك انا لوبجيكتيف ديالي التارجت سيبل ديالي في هذاك الالبوم ولا الميكستيك تقاس حققت شي منه لوبجيكتيف اللي بغيتي الناس اللي بغيتهم يسمعوا داك الشيء يسمعوا. داك عاوتاني خرج شي موراه واحد الميكستيك اخرى البوم مافريك عاد شقا ولا قو شكون مروه بنت اللي قصدتي فيه نورمالمون تما؟ شوف انا كون قصدت شي راب بغيت خاص سميتو فيها فهمتي غير كيف ما قلتي هذيك الميكستيك شحال من واحد قال عليا كلشي بزاف تاع الناس عرفتي شي وحدين اللي عمرك ما جبتيهم جبدوك اصلا راه فيزي داكشي دابا بنادم كيقول لك انت هضرتي عليا شكون هو هذا اللي غادي يمشي يشقى ولا يمشي يشقى؟ اي واحد من اللي وجبد من اللي انا وجبد شقى خدم على روحك ولا ما تبقاش تصدع فيه داك وبنادم راه كيف ما قلتي مقصود ديك اللقطه ديال حق دويتي عليا انت ما قصدتي حتى شي واحد فيه راه قلت لك كنت قاصد شي واحد غنسمع تسمع سميتو وهذاك الشيء اللي كنهضر لك يبان لك انت مقصود على شي واحد راه يعني على بزاف الناس باسكو سي رياليتي شي حاجه كاينه بنادم راه حسيتي بيه عليك راه عليك هي راه نورمالمون هي راه كتقال شقا ولا نوض بحال هكا ما كنهضرش على التيتر راه كنهضر على الكونتوني قال لك عليا ما عليا بغاف شحال من واحد بان لك عليك عليك
مابقاوش نستمتعوا في راسنا بزاف. من بعد ما تشدوا كيلكو مون من السيبيكات مورا مابقاش رجع للمغرب. مورا من السيبيكات وتاز اللي ماشي من السيبيكات تا هما كانوا تشدوا معنا في هذا الفيلم. مورا مابقاش رجع للمغرب. ما بقيتش هبط للمغرب. علاش ما رجعتيش للمغرب وانت اصلا ما كنتيش اصلا معهم من تشدوا هما؟ انت مشيتي قبل قول شي 3 ايام واقيلا ولا مشيت لي 17 وتشدوا ل 25. تشدوا ل 25 بزاف الناس تيقول لك احق قال لا راه مورا جا ابيل ومشى. ابيل بعد خلاوه هما تشدوا ما عرفتش. شكون هذا المغرب؟ شكون هذا المغرب؟ غنجيو نشدوا؟ لا ما كاينش. علاش مورا ما بقاش رجع للمغرب من مورا؟ انا شوف انا كنت من اللائحه ديال الناس اللي كانوا باغيين يخلصوا عليهم. انا الاول في المحاضر كاملين 32 مره سميتي في المحاضر ما كنتش غير بوغ معاك. واش داير لك رئيس العصابه؟ رئيس شي حاجه. حيت عصابه كيكونوا عندها ديزاكتيفيتي. ما عندهم شوت بروفيشنال اكتيفيتي. باش كيسمعوا الخليه كيصحابوكم خليه ارهابيه ولا خليه اجراميه ولا شي خليه انتم خليه ديالاش انتم؟ وانت راه كاينه خليه الدفاع عن التراب الوطني. ارهابيه ديك انتم خليه موسيقيه. انتم خليه موسيقيه. علاش ما ترد خليه ما ترد دابا؟ سي بي كات ميك ميوزيك نوت كريم ياك. وإلا كان شي كريم وريه لي. مرحبا. ما شفتي شي كريم. وقت اخويا انا ما هبطتش المغرب. علاش انا فاش صرا داك الشيء درت لايف. قلت لهم يلاه سي بي كات عصابه هبط سي بي كات كامله انا غدا ناخذ بينا برك. ما دارش هادشي. كاع اللي كان سي بي كات يهبط. ما دارش هادشي. دونك انا علاش غنحقق لواحد الحلم باغي يهبطني انا ندخل؟ الوغ كون انا ما داير والو عارف انا الا بغى غيقدر يدخلني للحبس. وما بقاش غنقولش انا ما كنتش انا ما درتش انا ما بغاتش هذا. دونك انا ما نحققش لهذا الحلم هذا انا غنهبط وقت اللي بغيت نهبط انا وبغى يكون عنده شي حاجه يقدر يديرها. من يدخلوا عليهم البوليس وداك الشيء. واه. واش كتدخلوا لهم دخله قانونيه؟ فين هي قانونيه؟ قانونيه شنو قانونيه خاص تكون عندك اذن مع الدوك الملك وما تدخلش من وراء الاوقات المسموح بها. وغتدخل ايكيبي تي رئيس فرقه مكافحه المخدرات خاصك تدخل عندنا هز فردي يدخل الكاميرا. فردي غلب الكاميرا بزاف. يعني غدير الكاميرا حيت كاين محجوز وكاين داك الشيء اللي بديتي كتكذب عليه. داك الشيء يتوثق نورمال. وحده بديتي حديتي ولا حرج. اللي درتيها في جيبك درتيها في جيبك واللي بغيتي تقيدها قيدتيها. وشكون اللي غادي يفيريفي معاك انت؟ حتى واحد. ما كاينش متابعه. لا بيان سور شكون غيفيريفي معاك؟ هو قال لك عصابه تحت الطلب. شكون سني زعما تحت الطلب. كونكا كاج يعني انت عندك مشكل غاتجي عندنا حنا غتخلصنا وغنشوف نفاريو لك. بغينا هذا الانفستيكاتور فين هو اللي خلصنا شكون هو؟ شكون اللي خلصنا فين هو؟ شكون هو؟ وعلى من خلصنا؟ شكون اللي تخلص فين هي الفلوس؟ فين هما الضحايا؟ واش يعني يقدروا يقولوا ان الدراري مشاو مظلومين؟ ماشي نقدروا نقولوا اصاحبي. بنادم مشى مظلوم. راه باينه. كان خاصو يمشي بنادم استهلاك. نورمال. وانت علاش غتمشي عندي سيالك انا داخل لداري وتدخل عندي للدار انا كنستهلك وتمشي صيفطني للحبس؟ ما يمكنش. ساليو بخيفي انت واخد اذن مع الدوك الملك الغد مع العصر ونص. شي حاجه ما قانونيه في هذاك الشيء كامل ولكن علاش تهضر على القانون في هذا الشيء؟ فيها حسابات؟ شو راه كل شيء باين صح. البيبليك راه ما ممكن لخ. لا المغاربه راه ما ممكن لخيش. راه تصورت تصويره يعرفوا كاش لابس من كالسون في اللون ديالي. انا نقول لك باش تجي تقول لهم حكا عصابات حتى الطلب وداش باش تهضر بشي حاجه. كبروها صاحبي بزاف عشنا راه ولي شو كتخلعوا هذيك الوقيته ولا كتسمع بنت هذو كيديروا هذا الشيء. راه شناهو قال لك والله واحد لا بقى قال سيبيكات في المغرب. ودابا سول الشجره تقول لك سيبيكات. والله الا واحد الشجره حدا فريفير تشوفوا فيها سيبيكات تشوفوا فيها بحال هكا سيبيكات من الغور. علاش ما رابيتيش بالفرنسي وتولي انت جاي تتنافس الروابط ديال فرنسا؟ وانت انا الروابط ديال المغرب ما دخلش معايا في كومبيتيسيون كتقول لي الروابط ديال فرنسا. علاش ما تعرفش فرنسي عندك انت عندك اللغه تبارك الله. شوف انا عندك الطالينيه والالمانيه وقالوا فرنسا. شوف شوف انا ملي كان غنبغي ندير شي حاجه غندير. دابا باغ اكزومبل انا غنقول لك انا في هذا البروجي اللي خدام فيهم كاين بروجي اون فرونسي كامل بفرنسي ولكن ما دايروش باش تدخل في كومبيتيسيون مع محمد ولا مع جاك. دايروا باسكو شقات لي ديك الليله كتب هذاك التراك كتبته وسجلته وغنصوره ديالي بوحدي. شحال تقدر تكتب من تراك في السيمانه انت؟ شوف هادشي راه بالشهود كاينين. انا نقدر ما نهضرش لك على الراب تلقاني كنكتب ما كنسجل بوندون ان موا دو موا تخوا موا. نقدر نسد عليه 15 يوم ونخرج تخرج البوم ميكستيري بزاف عندك. عمري غنقول انا راه ديك السيلو ديك الورقه راه غادي نكتب. جامي دلاف شنو كتعقل عليه ولا كتب؟ ما غنقولش انا اليوم غنريح نكتب. وشنو كيفاش نقدر انا نكون في حاجه ما عندهاش غادي سايق في طوموبيل وغادي وكتكتب عاد نبدا نكتب ولا كناكل ولا ناعس تجي شي فاز. كتموت على الراب انت صاحبي. كنموت عليه عزيز عليا الراب. عزيز عليك الراب. كنموت على شي حاجه. شنو المشكل اللي واقع دابا حاليا في السيبيكات حيت شنا بحال بدات كتبدو كتفرتكوا لي مومبغ لي مومبغ ديالها؟ شوف شوف انا ما نسميوش مشكل انا نعطيك سهله بحال شي اونتربريز شركه فيها بنادم خدام ياك
شحال واحد كيخرج على فوت بروفيسيونيل، شحال واحد كيخرج على انكومبيتونس، شحال واحد كيخرج بوغ فول، كل واحد شنو الغلط اللي دار، لا فوت غراف اللي خلاته يخرج من هذيك لونتربريز، غنحسبوها بحالك. الدرحين كيطيروا بزاف، راه قلتها شحال من مره، غتبقى معنا عام عامين ثلاث سنين اربع سنين غتكون ممثل واعر، بغض النار غادي تشوف. واحد النهار غتعيا وغيطيح الماسك وغتمشي في حالك. شكون دابا المونغ اللي باقي في السباكات في دار؟ بزاف ما نقدرش نقول. لا الدراري اللي كيرابيو مثلا اللي باقي معاك حاليا كيرابيو. بزاف رابيو راه كاين بزاف ديال الدراري، راه محمود، زعيم، مروان، ودابا كاينين هنا واحد جينيراسيون ان شاء الله اخرى جايين، غير هادشي اللي هضر اللي وقع ديال السباكات وهاد القيامه وما كيتكتبش في المغرب، ما كانش المورال والوقت. دابا ان شاء الله جو في مون اوكيبي، كاينين دراري مزيانين. ام 9 كاين انمي كاين دوخه، كاينين دراري مزيانين ان شاء الله، يوم غوفنيغ سور لا سين. ان شاء الله. سمعت باللي كدير دي شو في طاليان فرنسا، ولكن ما كتوثقش داك الشيء اللي كتمشي ليه، علاش؟ بزاف الناس كيقعدوا من لي كونسير لي شو هذيك، كلشي كيبقى يدير ستوريات فيديوهات هذيك تاع الشو وكذا. انت كتمشي لي شو؟ بحال دابا البارح كنت في شو في طاليان ياك، ومشيتي ورجعتي، مشيتي تما ثلاث ايام وجيتي. واه هاد لي شو هذا واش كتخلص فيهم؟ بيان سور. كيكون الناس تما، كيجيو الناس، شكون هما دوك الناس اللي كيجيو؟ واش مغاربه ولا الناس ديال دابا في ديبور؟ كانوا العرب، عرب دابا ولات مخلطه الدم ابيتو، كلشي كيجي لي فرونسي لي ايطاليان، كيعجبهم الراب ديالك هما اللي كنكون في ايطاليا، راه كيجيو كيجيو كيتفرجوا في ايطاليا، كيكون في ايطاليا راه كيجيو في اسبانيول اللي معاشرين مع العرب، فهمتي شنو نقول لك؟ فوالا ابخي نوثق هذاك الشيء ما كاينش. علاش ذاك العام كان معنا البيض، البيض مايكا خدا دي سان لعيبات، ابخي انا جو تخوف ما كاينش. علاش ما يبقاو عندك باش الناس؟ هما لي شو ديالي شويه سبيسيال ياك، بغيت نهضر شي شو ديالك، كيدير داك الشيء، كيدير كي كيدوز داك الشيء، ما يقدرش اي حاجه بيني وبينك، وان شاء الله تحضر لك الوقت وغتشوف باش يكونوا حاضرين العناصر ياك. ما يقدرش اي رابر يدخل تما بلا ما نسمي لك 90% ديال هذوك اللي كيبقاو يديروا في ستوريات، والله ما يضرب تراك واحد بالله، يقدر يهبطوا من الله سي يحيدوا لي الكالسون ديالو ويديوه لي، وهذا الشيء راه شهادة شي واقع ديجا. انا نقول لك شحال واخا بزاف تاع لي زيمزي كينوضو كيكلاشيو، وانت ما داير لهم حتى شي حاجه. واه ماشي بزاف كلهم، انا عمري جبت شي واحد خليته عطيتو غيزون باش يكلاش. هل كيكلاشيو انت بالضبط؟ واش كتبان لهم انت هو زعما السقف ديال الكلاشات زعما؟ ما فهمتش علاش لازم تشرب مور ترومبلان كيقول راه غادي ندير هاد اللقطه. الاكثريه مني مشيتي من المغرب ما بقيتيش رجعتي، كل بزاف بزاف كيكلاشي. كيسحبوني عندي فيش اف، انا افيشي على الارهاب، ما رجعتش للمغرب. علاش كيكلاشيو كذا؟ وراه كيقول صافي راه بعيده دابا، راه نهضر حديت ولا حرج، وراه كيما قلت لك ترومبلا غنضرب في مورو وغادي نطلع. مورو غيهبط المغرب شي نهار؟ بيان سور مورو ما غاديش. شوف تمنع عليه من المغرب، تمنع عليه من البلاد اخويا، راسك نيجاتيف. مورو ما ممنوعش من غنهبط المغرب وقت اللي بغيت انا، والله باغي يحبسني شي واحد. وغادي تهبط. وكاش كنقول؟ شنو هو الجديد ديالك دابا حاليا اللي خدام فيه؟ عاد سميو الجديد كيف ما ديما. شنو كتوجد زعما؟ كتوجد شي البوم، شي تراكات، شي لعيبه، شي ميكستيب؟ لا كاينين بروجيات خدام فيهم، اش غنسميهم؟ يقدر يكون البوم، يقدر يكون ميكستيب، يقدر ندلعوا واحد على حساب. مسجل دابا شي حاجه كتوجد؟ كاين موجود موجود خير، كاينين دي فيتشورين بزاف، دي فيتشورين خدمتهم يا با مال كاين. شكرا لك بزاف اخويا زكريا على قبول الدعوه ديالنا، ورحبتي بينا اخويا عندك هنايا في المدينه هذه، شكرا بزاف. وتانا هنايا كتسالي الحلقه ديالنا، وان شاء الله نتلاقاو مع رابر جديد في شي بلاد اخرى ولا شي مدينه اخرى ان شاء الله. تانا هنايا وي ار ستريت ارت فور لايف، جاوب عليكم.